أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الريفي الكوميدي الكاميرا في الريف. مقلبنا اليوم مقلب خفيف. في مثل شعبي بيقول باب يجي منها الريح سده واستريح، والفضول يشتي ضمار ما لم بطل حدار بداوي. صاحبنا في طاقم الكاميرا في الريف جلا عندك قال لك عيني بتوجعني، أنت دكتور؟ إذن لا تدكتر ولا تدقها فضول، قل عفوا. إذا ما قلتش عفوا شوف أيش هيكون رد فعلك. لو سمحت هلا قل كمل تشرب عصير زجاج البعصير رجمتها للأرض اكتسرت طارت زجاجة صغيرة لا عيني لا داخل أحا. بس حيني زجاجة خايف لا يقع عصير لا شيء لو انت كفها بس شوية انت بالله تفتطر عيني أسهد الله يحفظك لأني زجاج صغيرة ما تبين انا بحس هذا لا كده احس. ايوه شوف هذه مستعده تشهد في ما شفتها، بس هات المنديل قبل نزل. انت فك اللي فك العين. انا حين الزجاج يا اسد مش بالفاين، لا تمسها تفطر العين ولا ليش هكذا اقوى يا اسد اقوى تمام هكذا بتوجع. ايش عملت يا استاذ؟ هي زجاجة قلت لها يكفها خفيف راح عيني أسد كمل مسوي انت مالك؟ قال انك كفيت عيني هذا يقول كسر قزاز ودقت في عين بس قال نفخت بقوة ولا ايش؟ خرجنا الدم هذا مدري فين الدم يا جماعة من خرج الدم عيني يا أسد من العين بالعين مسك العين قلت لك دلع يا اخي تقول الله يحفظك حرام عليك انا يا اخي انت انسان عاقل الله انسان عاقل بس خفيف اقلب نفسك دكتور حرام والله يا اخي جالع عندي انا جالس ما اقلب نفسي دكتور انا بتعاون انا رحمته وبعدين هذه كلها بالله عليك رصاص انا أنا أخي روح المستشفى بعدين روح أجيب الأمن واللي بجيبه أنا عندي شيء لك على عيوني الله المستعان من أين أعرفك أنا تعال مسك يا أسد مسك يا أسد هذا الشيء هرب فيه أقول لك كنت ضيفنا في برنامج الكاميرا الخفية في رمضان ايش عمل؟ غصب ايش به؟
عيني عيني هذا الاستاذ قلت له يكف عيني شويه اخذها قوي تقع عيني وقتها بس تبغى تقع عينه والله المستعان كيف كان لحظه شوف هو بغش هو نسعفك ياخذك يسعفك هذا عيني والله ما تسلع عيب والله ولا المستع ابدا والله اخي نفخني هكذا انا قلت له شويه شويه هذا نفخ قوي 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 بعدين قال لي نفخ زين بس الان عينه منتهي هو بغى ان دقامه والله لازم عيب عليه والله هو بغى شلعانه والله الا هو ذاك كيف كف عينه خليه تطلع قال فقد زياي وتطلع هو قال زياي دخلت زياي دخلت هذا كذب والله يعني انت ما نفخش عيني انت والله قال اي بس النفخه ما تصلح شكل اي زجاجه يا استاذ هو قاعد صار زياي دخلت عيني نفخها قليل نفخ لو طلبت مني اجبر ما نفضلك يا اخي عيب عليك انت كنت ضيفنا في الكاميرا الخفيه في رمضان ما سويت انا حضايا انا هي دم 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 يوه ما سويت يا استاذ انا قلت لك دلا يا استاذ ما سويت يا استاذ ايش فيني انا دقيقه ما ادري شيء من عمل بها هكذا؟ هذا قلت لي ينفخ عيني دل أسر أنا ينفخ أنا فيه أوه أنا أشتري ولا بينا شيء أنا بني حاجة قال رقم بالزبط أصحنا على المفتورة أنا شفت وقف لك سيارة ولا شيء يسعدني هذا عيني عيني حمل مسؤوليتها العين بالعين هذا الباص وقف نسعبه ولا بزوم إدارة الأمن تعال شو تكلمه ها؟ أنا ما عملت شيء هذا كلام. اطلع معانا أخي أنت. قلت لك زجاجة. ما أنا زجاجة بخدا لا أعمل خير أنا قلت أعمل خير. ها؟ مثلاً بخلا لا أخي. نفخت أنا. مني أبي 5 ريال بجيبي. قلت لك دلاء. كف علت بالرجال. عيني ما عدنا نشوفش ولا حاجة. على أنا زعم رقم تقول ما. معك الكاميرا الخفية مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة أي بسرعة 5 مرات مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة كي 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 مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة مالكم تكأتأكم ايوه مالكم تكعتعتم مالكم تكعتعتم كتكعكم البارحه تكعكم البارحه كتكعكم البارحه مالكم تكعتعتم كعكتم البارحه هذا كع مالكم تكعتعتم كتكعكم البارحه مالكم تكعتعتم كتكعكم البارحه مالكم تكعتعتم كتكعكم البارحه مالكم تكعتعتم كتكعكم البارحه
ما لكم تكعكعكتم أو تكعكعكم البارحة؟ ما لكم تكعكعكم تكعكعكم البارحة؟ ما لكم تكعكعكم البارحة؟ ما لكم تكعكعكم البارحة؟ أيوة. ما لكم تكعكعكم تكعكعكم البارحة؟ ما لكم تكعكعكم تكعكعكم البارحة؟ أيوة. ما لكم تكعكعكم مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة؟ مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة؟ مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة؟ مالكم تكأكأتم؟ السلام ورحمة الله كيف الأحوال؟ أهلا وسهلا. مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة؟ ما نتكعكعش احنا. هذا في اللغة العربية مالكم تكأكأتم كتكأكوكم البارحة؟ يعني ضحكتم. أيوة. فنشتيت الديان خمس مرات نشوف انت عاد تقدر ما عاد تقدر شجيده. ما لكم تكعكعتم كما تكعكعتم في البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كما تكعكعتم في البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كما تكعكعتم في البارحه؟ ما لكم تكعكعتم تكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم اللي زال تكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم تكعكعتم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم تكعكعتم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم تكعكعتم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كما تكعكع البارحه؟ كعكعتم كتكعكعكم يا سلام عليك البارحه. يلا ماذا هي؟ ما لكم تكعكعتم كما تكعكعتم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كما تكعكعكم ما لكم تكعكعتم ايوه كتكعكعكم البارحه؟ ايوه بسرعه خمس مرات. ما شاء الله. ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعكم كما تكعكعتم كتكعكعكم كتكعكعكم البارحه؟ بسرعه والله اني صورتها مع كذا. ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعكم كما تكعكعتم البارحه؟ كما تكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كما تكعكعتم البارحه؟ والله لا باس يا اصحابنا، هذه المنطقه حلوه جدا جدا جدا، نبصر واحد ثاني. ما لكم تكعكعتم تكعكعتم البارحه؟ 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 ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم البارحه؟ ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم ما لكم تكعكعتم شلح الملك الأملاك. ها ماتين. ماتين. الله يرحمه. أه. طيب عادك هتعوض؟ نعوض إن شاء الله. طيب عادك ناوي تزوج؟ ناوي تزوج ها. ناوي؟ ناوي. زواجة. أيوة. أه. بكم تزوجت الأولى؟ الزواجت الأولى ب150 فرنس. والثانية ب300 ريال فرنس. أيوة. والعقب من 25 جمهوري. أيوة. الحمد لله. عم كم زوجت أول واحدة؟ زوجت عدنا ابن 15. في عصر من؟ عهد من؟ في عهد أول الجمهورية. أولي أول الجمهورية؟ إيه. مع بقى الله زوجته بالملكية وقفز الجمهورية بسنتي. وكيف كان مراسم العرس عندكم هنا؟ الله، مراسم ما في إلا الذبيحة. أيوة. سواء وعروس وبرع وركيض. ها خبر الخبر. كم الركيض هذا كان يستمر؟ استمر 4-5 أيام. ما كنت تفعل ذا اليوم الأول والثاني؟ ولي ما بعد. وذا الحين في ولائم؟ ذا الحين في ولائم ضرب الضرب مكانه ما نباليش. باقي ولائم؟ كنت عاد للآن بذبحوا؟ للآن نذبح أفوار ونذبح من كل شيء. ما شاء الله. الحمد لله. أيوة. ما كانوا يقولوا في العرس؟ كانوا يقولوا يا عريس. أيوة. وش من زفة وكيف يقولوا؟ أيوة زفاف. كان حسبك كيف كانوا يزفوك؟ يا أخي كانوا يزفون نحن إلا براع إلا بالقنابي. أيوة. براع بس الطاسة تضرب والدنيا بنت نفسي. سمعتك بتقول حول ليش؟ ها ها ها. ليش؟ يا أخي عاد أنا كنت شو حجة شي تزوج؟ عشان تزوج عاد أنا كنت شو حجة وسواء. أيوة. ولا عاد شنديل واحد سنتين مكانه سنتين. على بجزعة
إلى عينا. إيه 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 إيه. أيوة هات هات. على ليل 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 ما سماني إلا ريسا ملا يا مسلمين ما سماني إلا ريسا ما على ليل 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 غلا سبي ومولس على من غلا غلا سبي ومولس مغلس على سمي ومغلس قولوا لي ضرب الحديد يا خليس ما شاء الله ما شاء الله هات هات على لي 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 على يلي المطر عليكم على سعيدة كون يا لي المطر عليكم على لي المطر عليكم لنجا لكم شيء ندير لنا معاكم ها معاكم ها نطار نكون إيه الحمد لله الحمد لله طيب الحمد لله. ما هي من القصة وقعت نكت ما فيش إلا أكيد من زمان من حقك ما فيش من حق زمان أيوة موقف حصل لك هكذا ولا أقعد ضحك الناس بس ولا أقعد موقف بسم الله الرحمن الرحيم الكريم الوحيد بالله عليك وريحي وابكر موسم الحق اقدافر واشرق الزين انت يا المحبوب لي من هو محل الشرف بسم الله الرحمن شين عبد ابو الكريم الوحيد بالله عليك يا من الله فلا قعود والطرف بالله عليكم وشباب طلعوا لبانيبه بالله عليك يا تعلموا يا وريد الماء يا ودي وريد الحين بريدي بالله عليك وريحي وريح تريد للمعليح وحبيبي شرقاوي المغربي والختم صلوا على النبي المختار حلوا بالحرام أعزائي المشاهدين استمتعنا مع الحج الشيخ ناصر عبد الله الرحيمي في سوالف الريف ولا تزعل يا شيخ ناصر إن شاء الله نعدكم بالمزيد والمزيد مع سوالف أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لكم تكاكتم كما تكاكتم البارحة ما لكم إيش تكاكتم كما تكاكتم البارحة يا صبي ولا حتى العجم يا اولاد انا كنت بسالك بس ما كنت كسبك وقت الحين ساوين يتكلم معنا يا اولاد قلت لي هذا اللي ما هي هذا اللي السخفاء للسخفاء استغفر الله وسبحان الله والحمد لله وبعضهم ما يستخدم علاش بعضهم اكبر لا بعضهم غلل المغازل كان في غازل كاين وارص ويغمس على أعزائي المشاهدين حلقتنا لهذا اليوم أكيد كانت ممتعة والأمتع غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.